منذ أن تحررت محافظة الأنبار وتضررت أغلب بناها التحتية من ضمنها المستشفيات والمدارس وغيرها، باتت الحاجة ضرورية للكرفانات لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة، فيما تؤكد حكومة الأنبار المحلية أن المباني الكرفانية هي حلول مؤقتة لحين إنجاز العمل بالمؤسسات الصحية وغيرها. بعد أن أقدم الإرهابيون على تدمير البنى التحتية للمؤسسات الصحية والمدارس الحكومية، أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد البدائل، لذلك كانت المباني الكرفانية للمؤسسات الصحية وكذلك المدارس الحكومية هي بشكل مؤقت لسد النقص الموجود في هذه المراكز وهذه المدارس، لذلك هذه الكرفانات وهذه الأبنية الكرفانية هي مؤقتة لحين اتمام البناء في المراكز الصحية. وطالب المواطنون عبر التغيير بإنهاء وجود الكرفانات التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الأهالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستبدالها ببناء مشيدة تجنبا لخطر الحرائق وغيرها، مستذكرين ما جرى في مستشفى الحسيني بمحافظة ذي قار. نطالب من الحكومة ببناء مستشفيات بدلا من الكرفانات المصنوعة من السندويج لكي لا تتكرر تجربة حادثة محافظة الناصرية، وسبب هذا الحادث المؤسف أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من الضحايا. بدأ المواطن العراقي دا يتخوف من المصايب اللي دا تصير به، يعني هو رايح دا يتعالج يتفاجئ، مو بس المريض، أهل المريض تفاجئ بين هو دا ياخذه دا يعالجه دا يوديه للمحرقة مو دا يعالجه. فالناس بدأت تخاف من المستشفيات، من المستشفيات الكرفانية، المدارس الكرفانية. سواء كانت مدارس أو مستشفيات كرفانية، يأمل أهالي الأنبار بإنجاز بناء منشآت ثابتة ومستديمة بعيدا عن الأبنية المؤقتة تحقيقا للأمان والاستقرار. من الأنبار أحمد الحمداني، قناة التغيير.